قبل 30 سنة سطع نجم في سماء مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة. كان واحداً من أفكار ملهم الاتحاد ومؤسس مسيرته الرائدة الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه. وحده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان يستبق التاريخ، يسطر مسيرة معرض وليد بآفاق عالمية. ثقة المغفور له في القدرات الوطنية كانت بحجم أحلام تجسدت في مسيرة من 3 عقود لينبثق منها واحد من أضخم المعارض العالمية في مجال الدفاع. الشيخ زايد كان يؤمن بأسس أعمدة الدولة، وأسس أعمدة الدولة هو القوات المسلحة والاقتصاد والتعليم بالإضافة إلى الصحة، وبالتالي كان الشيخ زايد الله يرحمه يسعى إلى تطوير وتقوية القوات المسلحة لدولة الإمارات، وهكذا كان آيدكس. آيدكس الأمس كانت غرس من الآباء المؤسسين. آيدكس اليوم استمرارية لهذا الغرس الأساسي واستمرارية لأولويات قيادة دولة الإمارات. نشوف عملية التطور مهمة جداً، وأن عملية النمو في آيدكس ملموسة وملحوظة، وأثرها ما يكون فقط في الوقت الآني لمعرض آيدكس، ولكن أثرها يستمر للسنتين ما بين كل معرض. معرض آيدكس ولد عملاقا واستمر كذلك، وذلك بفضل الرؤية التي وضعها المغفور له سيدي صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان، وأهم الأهداف الاستراتيجية التي وضعها سيدي المغفور له الشيخ زايد هو الارتقاء باسم دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول العالمية. كان ذلك في سنة 92 عندما بدأ التخطيط، نحن نجني ثمارها الآن في 2023. 93 وسنة 95 و 97 كان يمكن من أصعب البدايات لآيدكس. تعرف اليوم يوم تأسس معرض من في بدايته وخاصة معرض دفاعي متخصص كثير من التحديات، ولكن أعتقد اليوم حكمة دولة الإمارات وتوجيه قيادتنا، طبعاً نحن دائماً نتذكر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد المؤسس لهذه الدولة وتوجيهاته في البداية، ومن ثم المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة أيضاً والاستمرارية في حمل الرسالة وتأكيد على نجاح هذا المشروع. في أول مشاركة للمعرض سنة 1993 كان عندنا تقريباً 22 دولة، مساحة المعرض كانت ما يقارب 1200 متر مربع و350 شركة كانت مشاركة. اليوم نحن نتكلم على الدورة الحالية، عندنا 1350 شركة مشاركة يمثلون 64 دولة، ومساحة الإجمالي للمعرض 165 ألف. تحديات السنوات الأولى استلهمت حماسها من رؤية الآباء المؤسسين، وحرصت قيادتنا الرشيدة على مدى السنوات المتوالية على استكمال المسيرة عبر الدعم والتوجيه وتحديد الرؤى والأهداف. وشكلت خطوات النجاح الأولى محفزاً لإقلاع تاريخي عماده رؤية ثاقبة تنشد التميز والتفوق. دورات آيدكس دورات متجددة ومستدامة تضخ بالأفكار والمبادرات الفاعلة في كل دورة، تعطيها روح الحداثة والتجديد وشغف التطوير من قبل اللجان المختلفة العاملة في معرض آيدكس. آيدكس عبارة عن الكاتاليست أو المحفزة، الأداة المحفزة لمجرة من الأعمال المشتركة، منها السياسية الاستراتيجية
العلاقات الدولية والعلاقات التجارية والصناعات الدفاعية. أول ما بدينا كنا نستعين بخبرات أجنبية في موضوع التنظيم والإدارة، وهذا طبيعي، يعني أنك اليوم أنت تجيب الخبرات العالمية أنك تستفيد منها. بعد دورتين ثلاث دورات بدأ التوجيه واضح أن كيف اليوم نحن نقدر نستقطب العنصر المواطن، سواء بناتنا أو أولادنا، كيف ممكن اليوم تدربهم، تأهلهم، تخليهم يكونون نشطاء فاعلين في 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 المعرض. فإلى وصلنا إلى مرحلة جميلة جدا، إلا كان عندنا الخط الثاني والخط الثالث والخط، يعني في عندنا ضباط وناس متخصصين سواء كان في المجال العسكري أو الأمني أو حتى القطاع المدني. كان معرض آيدكس مثل ما يقال باللغة الإنجليزية the most integrated exhibition in the world، كان أكثر المعارض اندماجا أو تكاملا، فكان المعرض الوحيد الذي يؤهل الشركات العارضة أن تعرض منتجاتها بأي أسلوب هي تفكر فيه، سواء كان الاندورس يعني العرض الداخلي أو العرض الستاتيك ديسبلاي العرض الخارجي على مستوى مثلا السلاح كدبابة أو صاروخ أو أيا كان، أو العرض المتحرك الموبايل شو. نجاح الدورات الأولى من المعرض وضع تحديات جديدة أمام المنظمين وحدد أهدافا واعدة في مقدمتها، جعل معرض أبوظبي للدفاع واحدا من المحطات العالمية التي ينتظرها الفاعلون الدوليون ويتطلعون إليها بشغف كبير. آيدكس هو عبارة عن أحد أدوات سياسة دولة الإمارات لإبراز قوتها الناعمة في المستوى الدولي، وبالتالي أن زيارات الوفود واطلاعهم على ما تحقق وما تحققه دولة الإمارات، بحيث نحن في دولة الإمارات نستقطب أكثر من 200 قومية نعيش في وئام وسلام، وبالتالي يطلع الأجانب على هذا النموذج العالمي الذي نثبت فيه أننا قادرون على أن نعيش بسلام ووئام وأن نعمل ونبني وطنا للجميع. موقع دولة الإمارات يخدم صناعة المعارض، لأن دولة الإمارات تقع في نقطة بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب. هذا الموقع يعزز المرافق التي بنيت من أجله، وهي المطارات والموانئ البحرية والناقلات الوطنية. الدول الثانية لأنها تعرف دولة الإمارات، تعرف أبوظبي، وتعرف صاحب السمو الشيخ محمد زايد الله يحفظه، وتؤمن في هذا الشيء، فهذا عطى للدولة أو للدول الثانية القدرة أو المصداقية أنه يشاركون في المعرض. معرض آيدكس يعني خلال السنوات اللي كنا نشوفها في أرض المعارض في أبوظبي كانت حلقة وصل مهمة في أجندة دولة الإمارات وأجندة أيضا قطاع الدفاع، وصلت اليوم لله الحمد العالمية بجهود فريق عمل متكامل من حكومة دولة الإمارات من القطاع الدفاعي للدولة، وضعت بصمة لا تتكرر في هذا القطاع، ووضعت آلية لتطوير هذا القطاع أيضا لا يتكرر في قطاعات أخرى. يحتل معرض آيدكس المرتبة الأولى عالميا في الصناعات الدفاعية كمعرض ومؤتمر متخصص، من حيث عدد الزوار، من حيث عدد الشركات المشاركة والمساحة الإجمالية والضيوف اللي يزورون المعرض. فدائما نحن نوضع خطط ومبادرات للبقاء دائما في المركز الأول، بدعم الحمد لله من القيادة الرشيدة والبنية التحتية اليوم متوفرة في إمارة أبوظبي ومركز أبوظبي المعارض، ودعم وزارة الدفاع والقطاع الحكومي ساعدنا على البقاء دائما في المركز الأول.
عندنا اليوم البنية التحتية لإمارة أبوظبي بالإضافة إلى مركز أبوظبي الوطني المعارض لمساحته تقريبا 153 ألف متر مربع، أكبر مركز معارض في الشرق الأوسط، ساعد على نجاح أو تطور هذا المعرض أيضا. بالإضافة إلى ذلك خطط التسويق والترويج للمعرض اليوم استهداف أسواق جديدة، استهداف دول جديدة، ساعد على النمو وزيادة الشركات المشاركة في المعرض. التزام الحكومة بتطبيق أعلى المعايير ووضع السقف عالي للمواصفات وحوكمتها هي أحد أسباب قصة نجاح آيدكس وتطويره، وتوفير البنية التحتية والبيئة الملائمة للشركاء الاستراتيجيين للتبادل والتعاون بين العارضين والزوار لتكون العاصمة أبوظبي منطلق للصفقات الكبرى. وتعلن آيدكس عن قيمة الصفقات المبرمة يوميا بكل شفافية، وهو شيء استثنائي في عالم المعارض. مسيرة إنجازات شكلت للنسيج الاقتصادي الوطني فضاء خصبا، وللصناعات الدفاعية الإماراتية فرص نجاح منقطعة النظير، وفتحت أبواب العالمية على مصراعيها لمؤسسات إماراتية أضحت تنافس كبريات الشركات الدولية. طبعا الشركات المحلية جدا مهمة وجدا مهم مشاركتها، لأنها في النهاية هي صناعة محلية وتدعم اقتصاد المحلي، وفي نفس الوقت تنافس في المنتجات المحلية عالميا. أي شركات تجي لآيدكس هي تعتبر نقل معرفة لشركات الوطنية واللي تبادل الخبرات. آيدكس بمرور 30 سنة كان انعكاس إيجابي على تطوير القطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات. كان بداية غرس بدت بمعرض، ولكن تطورت إلى تطوير قطاع متكامل ما يدعم فقط القطاع الدفاعي ولكن يدعم قطاع صناعي لدولة الإمارات، رفع كفاءة التكنولوجيا والتقنيات ليتم استغلالها، حراك لعملية البحث والتطوير في الدولة، وحراك لغرس أهمية التكنولوجيا كأحد المحركات الرئيسية للقطاع. الجناح الأكبر عندنا اليوم في المعرض هو جناح الوطني. الجناح الوطني يمثل 23 ألف متر مربع، أكبر جناح عندنا مشارك. اليوم بتقارن مساحة الأجنحة الوطنية بالدورة الأولى، عندنا نمو ما يقارب 800% مقارنة بالمساحة الإجمالية. اليوم نتكلم عن المساحة الإجمالية في المعرض في أول دورة كانت 1200، اليوم فقط الشركات الوطنية المشاركة تقريبا 23 ألف متر مربع. لما يكون عندك في دولة الإمارات معرض مشرف مثل آيدكس يخلق ضغط إيجابي على الشركات الوطنية للمشاركة بشكل يعكس نجاحها في هذا المعرض، ويحطها في محك تنافسي مع شركات عالمية، ويعطيها فرصة كل سنتين تراجع نفسها وتقول ما هدفي في آيدكس؟ كيف أستطيع أن أبرز نفسي في آيدكس؟ فالمعرض فرض ضغط إيجابي جميل على الشركات الوطنية، وساهم بشكل واضح في تطورها المستمر في وضع معايير عالية. دعم آيدكس للصناعة الوطنية دعم محوري. وجود الصناعة الوطنية في معرض آيدكس في الإمارات، الزوار ليون حال العالم كانوا زوار لدول مختلفة، لقوات مسلحة من دول مختلفة، أو زوار تابعين لشركات موردين للتقنية. وجود صناعة الإمارات معناته أنت تضمن نسبة عالية من الزوار اللي يزورون البلد أن يشوفون الصناعة المحلية ويشوفون قدرات الصناعة المحلية في مجال الدفاع العسكري والمجال الأمني. وجودنا في آيدكس يعطينا يعني فرصة كبيرة لعرض المنتج المحلي وعرض التقنية المحلية. لاحظنا ظاهرة جديدة بدأت تظهر على الساحة اللي هي التعاون بين الشركات المحلية، لأن في آيدكس بدأت الناس تطلع على ما تقوم به هذه الشركات، جهودها، كيف نستطيع أن نكمل بعض، كيف نستطيع أن نستفيد من خبرات بعض، وبدل ما تكون البيئة تنافسية بحتة أصبحت بيئة تكاملية. استقطبنا شركات ناشئة من العالم ومن داخل الدولة. كنا الحين مخططين على أساس 50 شركة، حاليا وصلت فوق 70 شركة، والقصد منها أيضا أن نحن ندعم الشركات المحلية، لأن كثير من الشركات الناشئة عندها بعض المنتجات ممكن أنها تخدم شركاتنا المحلية، ونقدر أن الحين تكون عن طريق يا شراكات يا استقطاب كامل للشركات. كون أن المعرض في الإمارات فهذا يعطي فرصة أكبر لأكبر شريحة من
المهندسين الإماراتيين، الفنيين الإماراتيين بشتى المستويات أن يشاركوا في النقاشات هاي، يتواجدوا في هاي النقاشات ويتعلموا من 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 الخبراء اللي موجودين في أنحاء العالم. فتواجد هذا المعرض وتواجد ورش العمل له فائدة كبيرة على الشرائح اللي موجودة اليوم من الفنيين الإماراتيين في شتى القطاعات. أكبر تحدي يواجه الشركات الوطنية اليوم هو كيف الوصول إلى المستهلك، كيف الوصول إلى الشريك، كيف الحصول على فرصة لعرض المنتجات والتسويق وعرض الفكر وعرض الاستراتيجيات. معرض أيدكس جمع هذا كله تحت سقف واحد وفتح فرصة للشركات الوطنية أنها تتعامل مع الشركات العالمية وتخلق شراكات معها. في هاي السنة نحن كبرنا تواجدنا في أيدكس، تواجد لداخل المعرض وتواجد لخارج المعرض بسبب الإقبال اللي صاير من ناحية اهتمام الزبائن حول العالم لمنتجنا. نحن متفائلين في المعرض ونحس إن شاء الله في المعرض القادم عندنا كذا مفاجأة من ناحية الصناعة المحلية وتقنية الصناعة المحلية اللي إن شاء الله راح تعرض عن قريب. أرحب بكم في مؤتمر الدفاع الدولي. حرصاً على تلاقي الأفكار المبتكرة وصقل الكفاءات، يشهد المعرض مؤتمر الدفاع الذي أضحى يمد قنوات التواصل والتنسيق بين نخبة من المختصين في قطاعات الصناعات الدفاعية الحيوية، ويسلط الضوء على التقنيات الحديثة ومستقبل القطاعات الدفاعية والأمنية على مستوى العالم. المؤتمر مصاحب لأيدكس مهم جداً. كيف ننمي الابتكار والتطور في أي مجال؟ لازم تقارب العقول، ولازم يكون فيه عامل الدروس المستفادة بالإضافة إلى عامل وجود القطاعات الأخرى في عملية التطوير. هذا المؤتمر يضمن هاي العوامل كلها، يضمن وجود الخبرات، يجمعهم بالمصنعين في قطاع الدفاع، يربطهم أيضاً بالمستخدمين للتقنيات الدفاعية، وأيضاً يجيب بعض الدروس المستفادة من القطاعات غير الصناعات الدفاعية، فهذا يدعم عملية الابتكار بشكل كبير. خلال هذا المؤتمر في عندنا لحن محاضرين دوليين يجون يتكلمون عن عناوين مختلفة، عن استخدام مثلاً التكنولوجيا الجديدة في الحروب مثلاً، وكيف ممكن بكرة هذا ممكن تأثر هذه العمليات على ممكن تكون على الإنسان نفسه أو على اتخاذ القرارات. هاي كلها أمور تؤخذ خلال المؤتمرات ويستفيد منها شريحة كبيرة، تستفيد منها من الحاضرين اللي حضرون هذه المؤتمر، سواء كانوا من الشركات أو من العسكريين والأمنيين. وجود ورش العمل هاي بين المتخصصين الفنيين وبين القوات المسلحة من أنحاء العالم وقوات المسلحة الإماراتية يساعد في النقاش في خلنا نقول بعض المعضلات اللي تواجهها هاي القوات، ووجود فنيين مختصين ممكن يبدوا يناقشوا ويقدموا حلول، لو هو مش الحل النهائي بس على قد خارطة الطريق لبعض الحلول. ووجود هذا مرادف لمعرض أيدكس أو يعني في نفس الوقت له فائدة لأن الكل موجود. معرض أيدكس أضحى في الذكرى 30 لإطلاقه عنوانا للتميز والنجاح وملتقا للابتكار والإبداع. ويمضي نجم المعرض ساطعاً لامعاً في سماء المعارض الدولية، وذلك بفضل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.